نواصل مع ما بدأناه في العهد السابق. طبعا أخذنا العلاقة بين التفاضل والتكامل أو التكامل غير المحدد. طبعا في الجزء الثاني من هذا الدرس راح نأخذ أفكار متنوعة في كيفية إيجاد التكاملات. طبعا راح نركز على تكامل الدالة الأسية، نتعرف على قاعدة التكامل، بعد ذلك نوظف بعض المهارات الرياضية لإيجاد ناتج تكامل دوال أسية. طبعا احنا مثل ما اخذنا مشتقة الدالة الأسية في الدرس الاول في الوحدة الاولى، اللي هو اذا كانت عندي fx اس n، فاحنا اذا بنشتقها دي على دي اكس، اذا هذه المشتقة او المشتقة هي راح ننزل الاس وننقص واحد من الدالة، بعد ذلك نشتق ما داخل القوس. الحين بالعكس، تخيلوا انا عندي هذه القاعدة وأبغى أوجد الدالة الأصلية اللي هي هذه. فلاحظوا أن احنا الأس زيدنا واحد، هذه مثل ما تعلمنا في دوال القوة. لاحظوا أن الدالة اللي هي المشتقة ما داخل القوس كأن احنا لغيناها، يعني لاحظوا هنا ما إليها وجود. ونفس الشيء هذه لو قسمنا على الأس الجديد راح يتكنسل. إذا تكامل الدالة الأسية لازم تكون عندي مشتقة الدالة، يعني أنا ما أقدر أكامل دالة أسية بدون ما يكون عندي إن هي تكون مضروبة في مشتقة ما داخل القوس. فكأن إحنا ما إلنا شغل بهذه المشتقة، كأن لغيناها. نزيد الأس واحد، فنقول إف إكس أس إن زائد واحد، ونقسم على الأس الجديد. وطبعا لا ننسى إن نزيد ثابت التكامل وهو سي. خلونا نشوف بعض المسائل راح تتوضح عندنا هذه الشغلة. احسب كل تكامل فيما يأتي. لاحظوا هني أنا ما أقدر أكامل مثل ما تعلمت في الدرس السابق. هذه دالة أسية، دائما الدالة الأسية أول ما أنا أحل أول شيء إذا عندي جذور أحول لأسس. فأول شيء لاحظوا أن هذه إكس ناقص 2، أقدر أخليها x ناقص 2، طبعا هذا قوس أس 1 على 3، فهذه الدالة هي x ناقص 2 أس 3، هذه الدالة اللي هي أس n. يعني الحين أنا عندي الدالة هي x ناقص 2، شنو مشتقة هذه الدالة؟ مشتقة هذه الدالة طبعا x مشتقتها 1 والاثنين مشتقتها 0، إذا نحن مشتقة هذه كأن نقول ضرب واحد. طبعا هني عندي دي اكس، طيب وين وديت الخمسة انا؟ الخمسة انا ما بحتاجها، فانا اقدر شنو اسوي؟ اطلعها برا الثابت. فالحين نعيد الفكرة، الخمسة ما احتاجيناها طلعناها برا. هذه هي الدالة اس ان، مشتقة ما داخل القوس هي واحد، خلاص كأن نقول ضرب واحد. فالحين أنا إذا راح أكامل راح أقول خمسة، طبعا ما لي شغل فيها، ننزل القوس اللي هو هذا أس ثلث، طبعا زيد واحد راح يصير أس أربعة على ثلاثة، ونقسم على الأس الجديد اللي هو أربعة على ثلاثة. طبعا نزيد شنو؟ نزيد سي، نبسطها خمسة على أربعة على ثلاثة، يعني نقدر نقول خمسة في مقلوب هذا، يعني خمسة في ثلاثة 15 على 4، إذا الناتج هو 15 على 4 في x ناقص 2 أس 4 على 3 زائدا c. لو اشتقيتون هذه الدالة راح تطلع لكم هذه الدالة الأصلية. مثلا 15 على 4 في 4 على 3، الأربعة بتتكنسل مع الأربعة، 15 على 3 فيها 5، إكس ناقص 2 أس 4 على 3 ناقص 1 راح تصير أس 3، يعني راح تطلع عندنا هذه الدالة اللي هي الجذر التكعيبي إلى إكس ناقص 2. إذا الفكرة فقط إن إحنا نشوف هل موجودة عندي الدالة أس إن موجودة مشتقتها، بعد ذلك مجرد أن أزيد الأس وأقسم على الأس الجديد. شوف سؤال آخر، 2 إكس ضرب إكس تربيع زائدا 4 زائدا 8. طيب طبعا انا عندي هنا الداله واضح ان هي اكس تربيع زائدا 4، هذه الداله اللي هي واي اس ان. طيب هل موجوده مشتقتها؟ لاحظوا هذه، يعني الحين اقدر اقول انا الواي هي اكس تربيع زائدا 4، شنو مشتقتها؟
مشتقاتها 2x موجودة ل2x. نعم، إذا كأن احنا ما لنا نشغل بهذه المشتقة، كأن هذه هي المشتقة موجودة، خلاص أتعامل مع هذه الدالة. إذا مجرد أن أنا راح أزيد الأس واحد، فراح أقول x تربيع زائدا 4، أزيد واحد يعني نقول أس 9 على 9 زائدا c. إذا هذا هو ناتج التكامل. نشوف سؤال آخر. تكامل سالب 6x على جذر 1 ناقص 3x تربيع. مثل ما قلنا إذا عندي جذور أحاول أخليها أسس في البداية، فراح نقول تكامل سالب 6x. طبعا هذه معروف الجذر التربيعي أنه أس نص، بس إذا رفعته فوق راح يصير بالسالب، فراح نقول 1 ناقص 3x تربيع أس سالب نص طبعا دي اكس. الحين نشوف شنو الدالة. هاي طبعا الدالة واي اس ان. هل انا عندي المشتقة؟ نتأكد واي تساوي واحد ناقصا ثلاثة اكس تربيع. طبعا مشتقة هذه الدالة هي الواحد مشتقة صفر، سالب ثلاثة في اثنين سالب ستة اكس. نعم المشتقة موجودة، هذه واي داش. اذا اقدر اشطب على هذا، اشطب هذه ومباشرة أقول طبعا ناخذ مجرد هذه الدالة نزيدها واحد، نقول واحد ناقص ثلاثة إكس تربيع سالب نص، لو زيدت واحد راح يصير نص، وراح أقسم على كم؟ على نص زائدا سي. طبعا واحد على نص يعني اثنين، فبالتالي راح نقول اثنين في واحد ناقصا ثلاثة إكس تربيع أس نص زائدا سي. نشوف فكرة ثانية. ما هو تكامل إكس تكعيب مضروب في إكس أس أربعة زائدا واحد أس ست؟ طبعا واضح أن هذه هي الدالة أس إن. خلنا نوضح، الواي هي إكس أس أربعة زائدا واحد، طبعا هذه هي الدالة أس سي، إذا هذا اعتبر هذه هي الواي. طيب شنو مشتقة هذه؟ طبعا مشتقة هذه هي 4 x تكعيب. طبعا الواحد مشتقته صفر، طبعا هنا راح نقول هذا مشتقته 4 x تكعيب. طيب انا هل عندي 4 x تكعيب؟ عندي بس x تكعيب، فشنو راح اسوي؟ راح اسوي شغلة بحيث ان تطلع عندي نفس الفكرة، لو تتذكرون في ايجاد نهاية الدوال المثلثي كنا نسوي بعض الاشياء عشان نوجد الليمت. نفس الشيء هنا انا احتاج هذا اضربها في اربعة، فراح اقول لو ضربت هذا في اربعة بتصير اربعة اكس تكعيب، طبعا في اكس اس اربعة زائدا واحد اس ستة. طيب انا ضربت في اربعة، انا غيرت السؤال ما يصير، فأنا لازم أقسم على كم؟ لازم أقسم على 4، فراح أقسم على 4 خارج التكامل، فراح أقول قسمة 4 يعني معناته نضرب في ربع، هاي هي الفكرة. فالحين أنا عندي هذه هي الدالة y اس ان، وهذه شنو؟ هذه هي مشتقتها، إذا أنا راح أشطب على هذه لأن هذه هي المشتقة، إذا الناتج هو طبعا الثابت هذا راح ينزل ربع. أخذ الدالة اللي هي x 4 زائدا 1 أزيدها 1 اللي هي بتطلع 7، وأقسم على الأس الجديد يعني على 7 زائدا c. إذا الناتج ربع في 1 على 7 يعني 1 على 28، إذا الناتج هو 1 على 28 في x أس 4 زائدا 1 السبعة زائدا C. لو حبيتون تتأكدون من الإجابة، واحد على ثمانية وعشرين في سبعة راح يعطينا ربع. خلنا بس مجرد هني عشان تتأكدون أن إجابتنا صحيحة، خلنا نغير اللون. مشتقة طبعا هذا الدالة مثل ما قلنا، راح نقول واحد على ثمانية وعشرين في سبعة، سبعة على ثمانية وعشرين يعني ربع في مثل ما قلنا ربع
بعدين نقص واحد حق إذا المشتق ده الأسية نقص واحد يعني يصير ستة في مشتقة ما داخل القوس وهي أربعة إكس تكعيب. طيب الأربعة بتروح هي الأربعة شنو ضل؟ ضل عندي إكس تكعيب في إكس أس أربعة زائدا واحد أس ستة. طبعا السي مشتقتها صفر، لاحظوا هذه اللي باللون الأزرق ولاحظوا الدالة الأصلية نفس الشيء، إذا أكيد هذه هي ناتج التكامل أو مجموعة الدوال الأصلية. نواصل أفكار أخرى، احسب تكامل 15 إكس تربيع في جذر إكس أس 3 زائدا 7. طبعا نفس الشيء هنا مثل ما تعودنا الجذور نحولهم إلى أسس، فراح نقول هذه تكامل 15 إكس تربيع، نفتح قوس نقول إكس 3 زائدا 7 أس 5، لأن هني هذا قوس أس 1 على الدليل وهو 5. طبعا هني نقول دي إكس، طبعا ما هي الدالة؟ واضح أن الدالة هي إكس تكعيب زائدا 7 الكل أس 5، إذا هذه هي الدالة أس إن. خلينا نكتبها في الهامش دائما x تكعيب زائدا 7. طبعا مشتقة x تكعيب زائدا 7 هي 3 x تربيع. انا لاحظوا ما عندي 3 x تربيع، عندي 15 x تربيع، فلاحظوا 15 هذه كأنها قاعدة تخرب علي الحل، فشنو راح اسوي في ال 15؟ راح اطلعها برا التكامل، فراح نقول 15 في تكامل ضل عندي هنا x تربيع في x تكعيب زائدا 7 الكل أس 5 طبعا دي إكس. طبعا مثل ما قلنا هذه مشتقتها 3، طيب أنا ضربت في 3 لازم شنو أسوي الحين؟ لازم أقسم على 3، فلاحظوا كأن أنا ما سويت شيء، ضربت في 3 وقسمت على 3 ما غيرت في السؤال. فالحين أنا استفدت من هذا الشيء أن أنا طلعت أن هذه هي الدالة أس إن، بينما هذه هي المشتقة ما داخل القوس اللي هي 3 إكس تربيع. إذا أقدر أشطب على هذه، طبعا 15 على 3 فيها 5، وآخذ هذه الدالة أزيدها 1، 5 زائدا 1 فيها 6 على 5، أقسم على الأس الجديد يعني أقسم على 6 على 5 زائدا سي. طبعا 5 على 6 على 5 معناته 5 في 5 على 6 يعني 25 على 6 في إكس تكعيب زائدا 7 الكل أس 6 على 5 زائدا سي. إذن هذا هو ناتج التكامل. نشوف أفكار أخرى، تكامل قوس 3 ناقصا 2 إكس في جذر إكس تربيع ناقصا 3 إكس زائدا 5. طبعا واضح أن هذه هي الدالة بس لازم أحولها إلى أسس، هذه 3 ناقصا 2 إكس في إكس تربيع ناقصا 3 إكس زائدا نعدل بس هذه عفوا زائدا 5. واضح طبعا جذر التربيع هو أس نص طبعا دي إكس. طيب هذه هي الدالة، الدالة أو ما داخل القوس هو إكس تربيع ناقص 3 إكس زائدا 5. طبعا مشتقته هي 2 إكس ناقص 3، طبعا 5 مشتقتها صفر. هل أنا عندي برا 2 إكس ناقص 3؟ لا، أنا عندي قوس في 3 ناقص 2 إكس، لكن هذه لو تلاحظون عكس إشارات مال هذا القوس، فأنا ممكن شنو أسوي؟ أقول تكامل أخلي هذه 2 إكس ناقصا 3، بس لازم أغير الإشارة أخليها سالب، فأنا راح أخلي السالب برا لأن أنا أحتاج المشتقة تكون 2 إكس ناقصا 3، فأنا لو خليت السالب هذه السالب هي نفسها بتطلع عندي 3 ناقصا 2 إكس، وأنزل القوس الثاني اللي هو إكس تربيع ناقص 3 إكس زائدا 5 أس نص طبعا دي إكس. لاحظوا هذه واي أس إن وهذه هي المشتقة، أقدر أشطب عليها
وأقول أن الناتج هو، طبعا لا ننسى هني في سالب، هذه إكس تربيع ناقصا 3 إكس زائدا 5 نص زائدا 1 راح تعطيني 3/2. نقسم على الأس الجديد، يعني نقسم على 3/2 زائدا طبعا الثابت وهو سي، نبسطها. طبعا مقلوب 3/2 هو 2/3، فنقول سالب 2/3 في إكس تربيع ناقصا 3 إكس زائدا 5 أس 3/2 زائدا سي. إذن هذا هو الناتج. نشوف سؤال آخر. تكامل إكس السالب 2 في إكس ناقصا 3/X7. هني هذا السؤال شوي في فكرة ننتبه إليها. طبعا هني في أس وهني في أس، أي واحدة هي الدالة الأسية؟ ممكن واحد يقول هذه هي الدالة الأسية. طيب هل هذه المشتقة؟ نشوف أن هذه ليست هي المشتقة. فلاحظوا أنا راح أخذ هذه الدالة. هل هذه الدالة ما داخل القوس هذه مشتقتها؟ لاحظوا أن أنا أقدر أبسط ما داخل القوس، أن أنا أوزع البسط على المقام في البداية. طبعا أول شيء X سالب 2 عندي، لو وزعنا X على X فيها 1 ناقص 3/X، هذه 3/X. طبعا إكس على إكس 1 و3 بتتقسم على إكس، والسبعة دي إكس. إذن هذه هي الدالة، أنا فقط أحتاج أشوف شنو مشتقتها الحين. خلونا في الهامش الحين. الواي هي 1 ناقص 3/X. طيب 3/X هي 3X، أعرف لو هذا أس 1 بتصير سالب 1. شنو مشتقت هذه؟ مشتقة هذه الدالة الواحد مشتقة صفر، سالب 3 في سالب 1 راح يعطيني 3 في إكس، سالب 1 نقصها 1 راح تعطينا سالب 2. لاحظوا ممتاز، عندي إكس السالب 2، هذه إكس السالب 2، بس هذه مضروبة في 3، ما في أي مشكلة. راح نضرب هذا الحد في 3، طبعا ننزل هذه، وراح نقسم على 3 في الخارج، خارج التكامل. إذا قسمنا على 3 طلعت عندي هذه هي الدالة أس إن، وهذه هي المشتقة. خلاص هذه المشتقة نكنسلها. إذا الناتج هو 1/3، نزيد هذا 1 ناقصا 3/X أس 7، أو عفوا أس 8، زيدنا 1 ونقسم على الأس الجديد اللي هو 8، نقسم على 8 طبعا زائدا كم؟ زائدا سي. نبسطها، 1/3 في 1/8 يعطينا 1/24 في 1 ناقصا 3/X أس 8 زائدا سي. فهذه فكرة هني، نحن نبسطنا هذه الدالة. طبعا واحد ممكن يقول ليش ما انا اشتق هذه باستخدام قسمة الدالتين، يمكن تكون شوي اصعب، بس هو في النهاية بيوصل الى هذا الناتج. بس الاسهل نحن اول شيء نبسطها، صارت عندي 1 ناقص 3/X، مشتقتها طبعا طلعت عندي 3X السالب 2، مجرد نحن ضربنا في 3 وقسمنا على 3، بعد ذلك طبعا زيدنا الاس 1 وقسمنا على الاس الجديد. نشوف سؤال اخر. السؤال الأخير طبعا هذا راح يكون في شرحنا هذا. تكامل إكس في الجذر التكعيبي، طبعا هاي الثلاثة هي مفروض تكون في الجذر التكعيبي إلى 2/X تكعيب زائدا 5/X تربيع. هذا أيضا فيها شوي بعد فكرة. لاحظوا أن أنا عندي هذه الدالة، واضح أن هذه الدالة، بس هل مشتقتها موجودة؟ طبعا احنا هني لازم نفكر، هذه جذر تكعيبي طبعا هني، انا شنو راح اسوي هني داخل الجذر؟ ممكن انا ابسط اول شيء، ممكن انا اوحد المقامات داخل الجذر، فانا راح انزل الاكس، اخلي الجذر التكعيبي،
لو وحدت المقام، طبعا المقام الموحد راح يكون اكس تكعيب، طبعا هذه اكس تكعيب ما في اي، الحد راح يكون هني 2، الخمس الاكس تربيع تحتاج ان انا اضربها في اكس عشان تصير اكس تكعيب، فراح اضرب الخمسة في اكس راح تصير 5x. اذا وحدنا المقامات، طيب يساوي تكامل، انا عندي الحين جذر تكعيبي، لو وزعنا الجذر التكعيبي على البسط والمقام، طبعا هذه الاكس فوق وتحت راح يكون عندي الجذر التكعيبي الى اكس تكعيب، وفوق الجذر التكعيبي الى 2 زائد 5x dx. طيب واضح ان هذه راح تتكنسل لأنها بتصير اكس 3 على 3 راح تتكنسل، راح تصير اكس، يعني راح الناتج راح يكون تكامل، فوق عندي اكس في الجذر التكعيبي الى 2 زائد 5 اكس على اكس، طبعا دي اكس، واضح ان الاكس هذه بتروح مع هذا الاكس، نعدل هذا بس، طبعا هذه اكس اقدر اشطبها، راحت الاكس هذه مع الاكس هذه، شنو ضل عندي؟ ضل عندي فقط 2 زائد 5 اكس داخل الجذر التكعيبي، راح اخلي اس، راح يصير 2 زائد 5 اكس اس ثلث، طبعا دي اكس، واضح ان هذه هي الدالة واي اس ان، اذا الواي هي 2 زائد 5 اكس، واي 2 زائد 5 اكس اس ثلث، مشتقة هذه الدالة او عفوا بدون الثلث، المفروض ناخذ بس القوس، نشيل هذه، واضح ان هذه مشتقتها هي 2 مشتقتها 0، 5 اكس مشتقتها 5، انا احتاج ان اضرب في 5، راح اضرب في 5 واقسم على 5، خلاص هذه هي الواي داش، اكنسل هذه، اذا الناتج راح يكون 5 في 2 زائد 5 عفوا 2 زائد 5 اكس اس ثلث زائدها 1 راح تصير 4 على 3، راح نقسم على 4 على 3 طبعا زائدا سي، اذا الناتج راح يكون 5 في 1 على 4 على 3، يعني راح نقلب، راح نقول 1 على 5 في 3 على 4، يعني راح تصير 3 على 20، تقدروا طبعا تتأكدون بالآلة، 3 على 20 في 2 زائد 5 اكس اس 4 على 3 زائد سي، اذا هذا هو ناتج التكامل، طبعا افكار متنوعة، فقط تحتاج منا بعض المهارات الرياضية واستخدام قاعدة تكامل الدالة الأسية، وهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس وتعلمنا كيف نوجد تكامل دوال أسية.